تتقلب الحزام وخرجت لا تسبق العلاب سقط ليه ولا ترد عليه الكلاب عز العود عقدة في الجاد بها يدور وبها يزيد القداد الركبة والسباق وتكون بقوان المكحل لا تهزاز الخشاب سرح معها يديك بالتمام أرض البال القرنة والشدة جواب عند الندهة لا تكتر تخبان الله يركبك ركوب العز ويزوي السلام وعدك سمعت نقدم منصور أحبوس وغادي نديرو على صفحة 15 مع سي إبراهيم العروبي ومبكر
أمام الناس إبراهيم العربي وممثل جماعة سلا عن جماعة عمرو. المرور مباشرة وادي النادي وعلى صاحب رتبة الطرح ومع المقدم محمد عساك الملقب بشكرمي ممثلي المناديح الجماعة الترابية المناصرة. إذن المرتبة رقم 16 ينادي على محمد عساك شكرمي مستقبل الاستلام على رتبة الطرح بسرعة الله يجزيكم بخير. نحن أمام 21 سنة. إذا تفضل بسرعة الله يجزيكم بخير على أقصى اليسار. شكرا نتوكل عليكم ممثل المناديح جماعة الترابية المناصرة محمد حرسلاك الملقب بشكرمي. إذا انسحبوا على أقصى اليسار وبسرعة لننادي على ممثلي ويسامة محمد سغلول جمعية مهدا إلهام عزيز. وممثلي اولاد مبارك دائما الجماعه الترابيه الحداده. اذا نتحول من اولاد مبارك الى اولاد سلامه. الدور الان على بوجمع الرحالي جمعيه النصر لكاشا. توكل عليكم هذا كان عرض جواد الفقيري وممثلي المغيث سيدي الطيبي. ومن سيدي الطيبي نعود من جديد الى جمالة بن منصور وننادي على ممثل الولاد العربي محمد المعايزي. إذن من عيسى أشرف العيدي وينوب عن الخميس بعيش القادمين من تفلت نتحول الآن إلى جماعة الترابية المناصرة وبالطرف من أبيش وننادي على الميلودي بنزينة. وفريمان شكرا لكم استمتعنا معكم صراحة لوحة رائعة. الدور الآن من المناصة نعود للجماعة الترابية أولاد سلامة وجمعية البوشتية المرابية والعربي الحافظ. زيد اخويا العربي الحفص. شكرا العربي الحفص وتحيه للحاج عبد القادر.
لنأهل إلى إقليم سيدي سليمان ومجلس الهيئة القادمة جميع الحسنية الهاونة وخالد باهي. زيد اخويا لكم هذا كان محسن العيدل وممثل المغيثة سيد الطيبين. اذا نتبارك لكم محسن العيدل لسيد الطيبين اقليم القنيطرة ونرحل من جديد الى امل السلا وننادي على ممثل هامر المهدي مسرور. أذكر أيها الحضور الكريم بالنسبة لمنتبه الأندية الرياضية لكرة القدم المشاركة Oye. وفي مقدم حتى تبغي تشرب شرب شكرا هذا كان عرض ممثلي المرابيح البناصرة وابو سلام الدويش. شكرا لكم شكرا لكم تلعبوا على اقصى اليسار على جنب الملعب وبسرعه ابو سلام الدويش ومن كان اعطى صوره في المرابيح البناصرة. Thank you.
جماعة عمر السلمية. إذا نسحبوا على أقصى اليسار لجنة
اقول حل قولوا الحل خرجوا لا ودائما شكرا عبد الحق الرسمي وباقي اهداف تربه ولاد الطالب عامر شماليه تفضل عليكم إذن الآن نعود من جديد في السلسلة الثانية في السلسلة إطلاق البارود